لا تواخذيني لأنه اجيت هلا، بس عن جد دورت كثير وما كنت لاقي الخلاط. عادي حبيبتي، اصلا انا خلصت منه يسلمه. رح حضر اكل للبوفيه المفتوح مشان النادي اللي بيشتغل فيه زوجك لؤي، ومثل ما بتعرفي الخلاط اساسي كثير بشغلي. اه شايفه على الصدفه الحلوه، ونحن من الضيوف اللي دعتهم الاداره لحتى يكونوا موجودين. كيف يعني؟ انتي متاكده؟ ايه طبعا. ليش انقلب وشك؟ يعني غلطت؟ لا بس يعني نحن مانا قد المقام. لا تنسي انه لؤي كان شخصية مهمة وكان احسن اخصائي تدليك بيمرق على النادي، ولهيك اجتنا دعوة خاصة من الادارة اليوم. بالعكس كثير انبسطت، اصبح الاكل الخاص اللي ناوية يساويه للضيوف المميزين رح يكون لكم نصيب تدوقوه، ما هيك؟ يلا بشوفكم هنيك. كثير فاجأ الموضوع؟ يا عيب الشوم بس. لك يا أمي كرمال الله لا تمسكيه وأنت بإيدك شوكولا، هلأ بتوسخي يا بنتي. لؤي ها؟ هات إيدك. تتذكر هذا الفستان يلي أخذته من بنت عمي يلي بتشتغل ممرضة؟ ها برأيك بناسبني ما؟ يعني ليش لحتى ما يناسبك حياتي؟ والله متلبكة. وفي هاد، شوف قماشته قديش حلوة، ارتب من هداك ما؟ ايه هذا قماشته غير شكل، كل النسوان هنيك رح يكونوا لابسين على الموضة. روح لعند ياسمين تخيط لي شي فستان. ما بتفرق، انا خليني اقوم هلا ونملي شوي. ماما بتخليني البسه لهاد؟ يا بنتي قلت لك لا تمدي ايدك عليه، تفضلي شوفي كيف توسخ بالشوكولا. هلا شو رح تلبس امك؟ ها نيرمين، والله اجيتي والله جابك. كنت عم حاول نقي الفستان اللي ناوية البسه بعزيمة اليوم. يلا تعالي ساعديني. روشان في شي مهم حابة احكي معك. اليوم قابلت مرته لمدير النادي، ومن حديث لحديث قلت لها انه لؤي ومرته رح يكونوا حاضرين بالعزيمة، بس هي قالت لي انه العمال مو معزومين على الحفلة. هيك هي قالت. كيف بقى؟ اجانا كرت الدعوة ليكو. هذا هو واسمنا بالخط العريض مكتوب. مو معقول يكونوا مخربطين. شوفي الكنية تاج بنار. ليكي الكنية تاج بنار، شكلهم بعتينه للعنوان الغلط. شو هالحكي؟ أنا كيف فكرتها كنيته للؤي؟ يعني عادي غلط وبيصير، بس قولي الحمد لله اللي اكتشفناه هلا، وإلا ما كنتوا قدرتوا تفوتوا وصارت فضيحة هنيك. يلا أنا مستعجلة وصار لازم أمشي. استني لحظة، بدي أقول لك على شغلة قبل ما تمشي. أنت رح تكوني المسؤولة عن تحضير الأكل لحفلة اليوم ما؟ إذا منروح معك لهنيك على أساس ضيوفك شو فيها؟ معقول هذا الحكي؟ أولاً رح نتبهدل إذا عرفوا، ثانياً في معهم قائمة بأسماء المدعوين وعلى هالأساس عم بيفوتوا العالم. أنا ما بحب شوفك زعلانة. خلص أنتوا ضلوا قاعدين هون وبوعدك إني رح جيب لكم الأكلات الطيبين اللي بدي أعملهم. يلا بشوفك. شو بلشوا يقدموا الأكل حبيبتي؟ ليش هيك الروايح طالعة كتير قوية؟ هنن عم يجيبوا الأكل حبيبي لؤي، لهيك الروايح قوية. لو تشوف هالمحل بياخد العقل، بس ولا يهمك رح احكي لك عنه كل شيء. عفوا. مو مشكلة، قربي لقلك هذا مدير النادي مو؟ قدرت اتعرف عليه من صوته؟ ما بعرف لؤي، الزلمة لابس طقم وانيق كتير، ممكن يكون هو، بس انا ما التقيت فيه من قبل. تعال. مو معقول، شو هالأصوات العالية؟ طبعاً حياتي في ناس كتير وكلهم عم يحكوا. دخيلك انتبه، في قدامك تريات كريستال عم يبرقوا برق، وعلى هالطاولات الشمعدانات بيجننوا مثل الأحلام. طبعاً رح يكون هيك لأنه هذا نادي للمجتمع المخملي. روشان حبيبي شو بدي أقول لك لؤي، استناني هون دقيقتين لبين ما أرجع، لازم روح سلم على نيرمين. بس اوعى تتحرك، حوالينا في صحافة واعلام عم يصوروا كل الموجودين. انتبه بدي صورك يطلعوا حلوين. في صحافة كمان؟ ايه. كرمال الله لا تحسسي يا نيرمين، انا ما قدرت اجرح واقول له انه مالنا معزومين. ليش عملتي هيك يا روشانا؟ كان مبسوط كتير بالدعوة وما قدرت اقول له انه مالنا معزومين. طيب بلكي حسوا عليكم.
منقعد شي ربع ساعة وبعدين منطلع. شو فيها؟ أكيد رح نلاقي شي كرسيين فاضيين نقعد عليهم، بس ما بدي أكسر له خاطره وزعله. أخ يا روشان، أخ. أه اطلعي، أنا سمعت إنه الست سيلين وزوجها ما بدهم يجوا اليوم. أنتوا روحوا اقعدوا على طاولتهم شوي، اتفقنا؟ يسلموا نيرمين، أنتي ما في منك، يسلموا. بس ليكي 10 دقايق وبعدين بتروحوا فورا على البيت، ماشي؟ ماشي نيرمين. أصلا أنا ما كتير بحب هيك محلات، أصوات الحفلة بتخليني ضوج. أنا كنت بتمنى ضل بالبيت وأقعد على رواق مع بناتي، بس لو أي كان حابب يجي. شوفي من كتر ما أنا مبسوط عم يعمل فوزات للصحفيين. يا روحي. لؤي، لحد هلأ صار شايفة زوجين من المشاهير قاعدين هون. شوف قدامنا على الطاولة في بنت صبية صغيرة قاعدة جنب ختيار، يمكن متزوجته. عم حس حالي ببرنامج المشاهير يا حياتي، عن جد منيح إنه إجينا. إيه ليلة تبسط وحدة ما بتضر. آه، وليش لا تكون ليلة وحدة؟ هلأ إذا خليناهم يحبونا بجوز يعزمونا مرة تانية، وبعدين نحن ناس بنعرف بالأتيكيت كتير منيح. صح. مرحبا. مرحبا. بتحبي نتعرف؟ يعني لأنه قاعدين سوا. أنا روشان. وأنا ريمي. كأنكن قاعدين محل سيلين خانم وزوجة؟ إيه مبلا، الظاهر في شوية خربطة، فاضطروا ينقلونا لهون. شو بتشتغلي يا خانم؟ عندي محل ألبسة بنيشان تاش. وإنتي؟ طبخ وتنظيف بس طبعا عندي مؤسسة معروفة. روشان تعي معي شوي. يا روحي، أنا عن جد بهنيكي من كل قلبي على هذا التنظيم الحلو، وبخصوص الأكل يسلموا إيديكي، طيب مثل العادة. بس أنا في شوية ملاحظات بخصوص التقديم ما حبيتها زيادة. روشان خانم، أنا برحب بملاحظاتك القيمة هلأ وبأي وقت بتختاري، بس يا ريت لو تجي معي هلأ ونحكي على انفراد شوي. لشو هالحكي؟ أنا رح بلغ إدارة النادي بملاحظاتي كتابية. تعي معي شوي، مو ناقص غير تحكي مع الإدارة. مو على أساس بدكم تقعدوا بس 10 دقايق؟ قلت خلينا ناكل شوي بما أنه قعدنا. هلأ تركينا من الأكل واسمعي، أنتوا لازم تروحوا من هون فوراً. الست سيلين وزوجها قرروا يجوا على الحفلة فجأة، وهلأ صاروا بمدخل الصالة. روحوا بسرعة، يلا روحوا روشان. طيب من قلن صار في خربطة وبيقعدوا بمحل تاني، ما بصير يعني؟ ما بيصير. طيب إذا هيك خليني أروح، بقول راسي عم يجاني وباخد لؤي وبطلع. يا أستاذ، هذا محلنا، يا ريت تقوم لو سمحت. حضرتك أكيد غلطانة. لا ماني غلطانة. مو هي سيلين خانم؟ هي بذاتها. خلص رحنا فيها وتبهدلنا. عم قلك هذا محلنا. بتعرفي أنا شو رح أعمل؟ رح أطلع لبرا قبل ما يجي زوجة للمرة، وبقلها الظاهر صار في سوء تفاهم لا تواخذينا، وباخذ له أي وبطلع. ماشي؟ ماشي. يا أستاذ، هي الطاولة طاولتنا نحن. دقيقة، الدعوة أكيد بتكون مع مرتي. روشان؟ يا روشان؟ يا روشان؟ شو أعمل؟ ما بعرف. خليني روح لعنده قبل ما تصير شي فضيحة كبيرة. ما ايه روحي. شو اعمل؟ روحي، لازم روح. عيب عليكم، اتركوني، اتركوني ايدي، اتركوني احسن لكم. خلص، اكيد الفندق له باب تاني غير الباب الرئيسي، رح اطلع منه كيف ما كان. الحراس رح يرملوا اي برا، وهيك منلتقى على الطريق ونرجع سوا. تركيني بقى، تركيني. لك انت كيف تقبلي على حالك تعملي فيني هيك ضرب؟ لؤي، انا شو عملت؟ شو عملت لي؟ حبيت مره بهالعمر اطلع اسهر مثل العالم، حبيت اقعد مع الناس المحترمه واحكي. شو فيها هي يا بنت؟ لك انا كلني على بعضي شقفه موظف. ايه يعني كيف بدي ارجع بكره داوم بهالشغل؟ كيف بدي اقدر اطلع بوش الناس بعد اليوم؟ انت بهدلتيني قدامهم كلياتهم. بتعرف شو هي البهدله على المزبوط يا لؤي؟ البهدلة إنه في ناس عندهم كل شيء بهالحياة، وناس ما عندهم شيء أبداً، ناس معدومين، ونحنا منتصنف ضمن القائمة الثانية. كيف يعني؟ هلأ نحنا ما في عنا شيء ومعدومين؟ وشو اللي عنا يا في عنا مصاري بالبنك شيء؟ في عنا أراضي طويلة عريضة، قل لي شو عنا؟ تخيليك إذا كان عندك هدول شو رح يصير يعني؟ ما رح تحسي بفرق بنوب.
مشان الله لؤي لا تحكي لي مثل مسلسلات الدراما، هدول شغلتهم يواسونا. يعني اذا الواحد كان معه مصاري وغني ما راح يكون مبسوط الي. حبيبه قلبي ليكي، انا عم بعمل مساج لهدول الناس، ممكن عيوني ما عم بتشوف بس أدني صدقيني عم بيكونوا مثل الرادار. لو بتسمعي شو بيحكوا بجلساتهم هدول الناس تتفاجئي قديش الناس تعيسين وما بيعرفوا معنى السعاده. وشو بيحكوا قلي؟ شو بدك يعني قلك؟ واحد بيفكر انه معه مصاري اكثر من غيره، والتاني بيفكر انه صاحبته احلى من صاحب شريكه، يعني ببساطه شغلات فاضيه وتافهه. لك تخيلي انه هدول الناس مفكرين انه كل شيء ممكن ينشر بالمصاري حتى السعاده. بس يمكن يكون معهم حق يا لؤي، يمكن المصاري بتخلي الواحد يكون مبسوط. مستحيل حياتي، مستحيل. انا جربت هالشي. ليكي انا بالزمانات كنت واحد من هدول الناس، عندي جاه واموال وعز وملك وسيارات، كان في عندي كل شيء بس ما كنت مبسوط. اما هلا الحمد لله انا اسعد انسان بالعالم. ليش شو في عندك؟ شو في عندي؟ في عندي انت، وفي عنا بيت حنون، وفي عنا راتب بيخلينا عايشين بكرامتنا، وعنا أولاد أحلى من الكراميل والشوكولاتة بيحبونا ومنحبهم قد الدنيا. قلي لي أنا شو فيني أطلب من الله أكتر من هيك؟ ليكي أنا بحياتي كلها ما عشت السعادة اللي عايش فيها هلأ. جد عم تحكي؟ إيه طبعا عن جد. وبتعرفي شو اللي بيخلي سعادتي لسه أكبر؟ شو؟ إنه أنت كمان تحسي بقيمة كل هالشغلات الحلوة اللي الله عطينا إياها. لؤي أنا بحبك وموت فيك. أنا آسفة. يلا على البيت. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.